السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غيكون على واحد الجهاز اللي هو مهم بزاف لاي واحد عنده موتور او طوموبيل او كاميون او اي نوع من انواع الفيكل اللي تقريبا دابا حاليا هذه شهرين وانا كنستعملو. السبب علاش ما بارطاجيتوش معاكم شحال هذه على حساب كنت كنتيستير الجهاز كيفاش داير في الخدمه، واش هذا هو احسن جهاز اللي فريمون يستاهل ندير عليه هذا الفيديو هذا ونشاركه معكم. هذا الجهاز هذا اللي هو جي بي اس من الشركه ديال سيزاب. اي واحد عنده موتور ضروري ما كان عنده جي بي اس هذا مستعلي في الموتور باش كتحمي الدراجه ديالك من السرقه. كما كتشوفوا مؤخرا بدينا كنسمعوا بزاف ديال الاخبار اللي ما كتفرحش، يعني كتسمع هذا مشالوا الموتور ديالو والاخر مشى الموتور ديالو. وكما كتعرفوا كذلك يعني كنسافروا الناس مؤخرا الشعبيه ديال الدرجه الناريه كبرات والناس كيبغيو تريبي وكيخرجوا وكيضربوا مسافات طويله. وشحال مره كتجيبك صدفه في شي بلاصه اللي كتباركي الموتور ديالك ما كيكون لا في باركي لا والو وكتنعس وانت ما مرتاحش، كيبقى بالك مشوش على الموتور. يعني فاش يكون عندك الجهاز هذا كترتاح ما كتبقاش غناعس ونتا مخلوع خايف على الموتور ديالك. وفي الاعوام الاخيره استعملت بزاف ديال لي جي بي اس، كل حاجه كتلقى فيها شي مشكل، ها اللي خاصك تبقى تشارجي لها الباتري، ها اللي كتلقاها سبسكريبشن ييرلي ولا مونتلي، يعني كيخصك تبقى تعبئ. ولا كما كتعرفوا الجي بي اسات اللي معروفين حاليا كدير فيه لاكارت وخصك ديك لاكارت تبقى تعبئ فيها الانترنت، ممكن بزاف ديال المشاكل في هذا الجي بي اس هذا. ولكن هذا الجي بي اس هذه علاش قلت لكم خليتها شهرين عندي باش نشوف الخصائص ديالها، وفريمون عجبتني بزاف حيت فيها واحد الخصائص اللي حاليا في العالم كامل ما كاين حتى شي جي بي اس بالخصائص اللي في هذه. وديجا راه عندي الثانيه ما بغيتش نفتحها حتى نفتحها دابا حداكم ونوريكم داكشي كامل بالديتاي وبالتفصيل. ولكن قبل ما ندير لها الانبوكسين ونوريها لكم انا نضرب بعدا في الاول على الخصائص وعاد من بعد نشرح لكم. من الخصائص اللي كنقول لكم اللي في هذا الجي بي اس عجبتني بزاف ما فيهاش سبسكريبشن مونتلي ولا ييرلي، يعني هذا الجي بي اس هذه ان فوا كتشريها دائما معاك مدى الحياه، يعني كتبقى تطلع لك التراكين كلشي مدى الحياه، ما كتحتاج لا تعبئها لا تصارجيها لا حتى حاجه. وحاجه واحده اخرى اللي فيه فريمون عجبتني بزاف فيها موشن انديكيتور. هذه الخاصيه هذه فريمون استمتعت بها وعجبتني بزاف. هذا موشن انديكيتور مثلا كتكون حاط الموتور ديالك، نقولوا مثلا بعيد على الموتور، سواء راك في لوطي سواء راك في الدار سواء مو في اي بلاصه، الموتور ماشي حداك، اي واحد قاص الموتور كيطلع لك ميساج تليفون بان الموتور ديالك راه تقاس. بعد اول حاجه باش نفهموا ميساج كيطلع لك بال4G، يعني كتكون طاق يمكن لك دير بالنمره ديالك يوصلك ميساج، بحال دابا انا داير نوتيفيكيشن كيطلع لي ميساج، يعني كتكون طاق الكونيكسيون كيطلع لك ميساج بان هذا الموتور هذا ديالك راه تزعزع. انت اوتوماتيك كتهز التليفون، يعني الا مشي جيت شكيتي كتهز التليفون كتشوف الموتور واش تحرك، يعني واش غادي ولا ما غادي. نورمالمون دابا فاش كنبغي نصاوب الموتور كندي عند المعلم باش يصاوب لي الموتور. نورمالمون راكم عارفين كتخلي الموتور ديالك وكتمشي، يعني المعلم فاش كيبدا في الموتور ديالي كنعرفو فوقاش بدا في الموتور. مثلا نقولوا كتخلي له الموتور في 10 الصباح حتى لجوج العشيه عاد كيطلع لك الميساج، كيبقى يطلع ويعاود يطلع ويعاود، يعني راه خدام في الموتور، يعني كنعرف بان راه من 10 حتى لجوج راه ما كانش قايص في الموتور. الموتور ديالك الا كان عند شي واحد يمكن لك تعرفو داك الساعات لايف فين راه غادي بالسرعه اللي باش غادي، لا قدر الله ودار شي حادثه يطلع لك ميساج داك الساعات باللي راه دار حادثه، كتعرف داك الشيء بالديتاي. بحال مره كنكون غادي مع الدراري كنديروا شي تريب وكنباركيو في شي ثلاثه د البلايص ولا اربعه البلايص فين كنوقفوا كنرتاحوا كنشربوا الماء، كيعطيك حتى داك البلايص الموتور فين باركا. كيمكن لك مثلا في الجي بي اس تحدد الزون، مثلا الا خرج على داك الزون ما تقدرش شي دوايره ولا مربع ولا انت كتحدد لا زون، الا خرج الموتور عليها بحال ما نعطيكم مثال انا داير لا زون على الدار ديالي، الموتور اوتوماتيك الا خرج على الدار ديالي يعني الكراج كيطلع لي ميساج اوتوماتيك بان الموتور راه خرج من الدار. وانت كذلك يمكن لك تحدد الزون اللي بغيتي ولا دير مثلا شي زون تدور عليها شي واحد ما بغيتش يوصل لشي منطقه. دابا غادي نوريكم جي بي اس نديروا لها الانبوكسين ومازال بزاف ديال الفيوتشر اللي غادي ندويو عليهم. شو دابا راه كنصور الفيديو الموتور يعني مستالي في لابليكاسيون كطلع لك ديب سليب، يعني الموتور راه ما تحركش. دابا غنديروا التجربه ديال غنزعزعوا الموتور وغنشوفوا الميساج واش غيوصل ولا ما يوصلش وشحال يستغرق تقريبا ديال الوقت. حنايا زعزعنا الموتور نشوفوا الميساج واش يوصل ولا ما يوصلش. نشوفوا الميساج ها هو وصل كما كتشوفوا، هاي 98 ادفنتشر اس لايتلي موفين ديتكتد. يلا كتزعزعها بواحد 4 ثواني هكا كيوصل الميساج في البلاصه بان الموتور راه تزعزع. ديال سيزاب ديال جي بي اس هي هادي كيف ما كتشوفوا، فيها جوج نواع، كاينه سيزاب 2 واير جي بي اس ماكس وكاينه اللايت. انا اللي عندي الماكس، اللايت هي اللي صغيره شي شويه عليها، كتجي للماتر سبور هانتوما كيما كتشوفوا، كتصلك الباكيه بحال هكا كتفتحها كيما كتشوفوا هنا داك الانستراكشن ديالهم، يعني كتبع داكشي اللي كيقولوا لك كيفاش لابليكاسيون كيفاش كتركب. يعني كتفتح الام اي ديالها كيجي هو هنايا، وهذه هي الجي بي اس. حنا نفتحوها ونشوفوا الجي بي اس كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، ها هي
لا مارك سيزار، جوج خيوطه باينين فيها هاد اللعيبه هادي. الا بغيتي تلصقها في شي قنت خلاص كيتحيد. دابا هذا هو التليفون، هانتوما شوفوا الحجم ديالها مقارنه مع التليفون، هانتوما 14 برو ماكس، يعني صغيره ماشي شي كبيره. داك الساعات انت كتخسر فين تركبها في الموطور. انا ديجا راه عندي راكبه في الموطور الاخر 98، نوريكم كيفاش راكبه. المهم الخوت غنحيد الكرسي باش نوريكم داك الشيء بالتفصيل. جي بي اس هي، دابا انا ندير لكم غير اكزامبل. داك الساعات نتايا كتحطها فين ما بغيتي. جي بي اس هي، الكابل شوف كيفاش مدوزو، داك الشيء ساهل. الكابل ها هو دايز، ندير لهم هادو باش نقبط الكابل ما بقاش يلعب لي. ها هو الكابل دايز للباتري، مزيرونا مع الباتري. شوف كيفاش دايزه ساهله. هاد جي بي اس الحاجه اللي فيها زوينه، يعني ما تخافش تمشي تاكل لكم الباتري. دابا تقريبا هادي شهرين وانا كنتيستيها كنشوف والو، الباتري ما كيطيحليش كاع حتى بواحد فولت ما كيهبطش. دابا جلست غير فوق الموتور، عطاني ميساج باللي راه الموتور تحرك. دابا حاليا غادي ندخلوا لابليكاسيون وغادي نسيرفيو شي شويه في لابليكاسيون، وغنشرح لكم بزاف المميزات اللي كاينه في لابليكاسيون لداخل. اول حاجه غندخلوا لابليكاسيون، هانتوما كيما كتشوفوا. اول حاجه كتشوفها في لابليكاسيون كيطلع لك الفولتاج ديال الباتري 13.28 فولت، كطلع لك الحراره ديال الجو 24 سيليسيوس شحال كاين دابا، كطلع لك ديب سليب يعني الموتور راه ما امارش ما والو. وهنايا هادو اللي لتحت كما كتشوفوا هادو انا اللي كنقادهم، كطلع لك سبيد فلو فاش كتبركو على الوسطانيه هادي اللي كاينه هنايا، انا غنبرك عليها هنا كيعطيك البوزيسيون ديال الموتور ديالك فين راه داك الساعات. انا غنزومي هنا كيطلع لك الموتور فين راه، وراه مباركي. هاو كيعطيك فين كان مباركي في الاول وفين كان باركي في التالي، وكيعطيك حتى في الطريق السرعه باش كنتي غادي. هانتوما كنت غادي بشويه، كنت غادي ب 850 كيلومتر في الساعه. هنايا هادو الايام، يعني اليوم حنايا في نهار 5، يعني الا بغيتي ترجع نهار 4 نهار 3 في كنتي كتمشي، هاد الايام هادو كاملين يمكن لك تمشي له. انا هاد الايام هادو كاملين كنت مريض، الموتور راه ما كانش كيتحرك. عطاني هي تطوان، خرج من تطوان طلعت للرينكو وطلعت حتى الباب السبته، ها هو راه عطي داك الشيء بالضبط. وفين حتى باركيت الموتور، ها هو عطي حتى الموتور فين باركيتي. نقولوا مثلا درتي شي تريب خرجتي انت والدراري ونسيتي ما درتيش تراساج لذاك التريب، نسيتي ما درتيلوش ريكورد، مشيتو بحالكم ولكن ما بقيتيش عاقل على الطريق وبغيتي التراساج ديال داك الطريق. الحاجه اللي زوينه كترجع على الابليكاسيون هذه، كتمشي لذاك النهار نديرو مثلا هاد التراساج هو مثلا ديال داك التريب، يمكن لك تخرجو. كتجي لهاد الشير اللي في الجنب، ها واحد البوطون كتبان لكم هنايا، كتجي لهاد الشير هادي كتبرك عليها. هانتوما كيما كتشوفو كيخرجوك جميع المعلومات، كدير شير هنا كيما كتشوف. الا بغيتي تبارطاجيها على شكل صوره، مثلا بغيتي تصيفطها لشي واحد، الا بغيتي تبارطاجيها في ستوري عندك في فيسبوك ولا الانستغرام على شكل بي ان جي صوره، وكيعطوك جميع المعلومات. هنا الديستونس كيما كتشوفو انا اصلا ما تحركتش بزاف، ولا كذلك تخرج على فايل جي بي اكس. وخلاص الناس اللي كيستخدموا الغارمين ولا جميع انواع جي بي اس، اللي كيضربوا التريب بحال دابا انا عندي غارمين، كل واحد شنو كيخدم، كاين اللي كيخدم بالتليفون كيطراسيو الطرقان، اغلبيه كيخدموا فايل جي بي اكس. جي بي اكس هو داك الطريق، داك التراساج ديال داك الطريق اللي عندك، يعني يمكن لك تخرجها جي بي اكس فايل. وهذه حاجه زوينه بزاف، يعني اي تريب درتي اي طريق مشيتي لها يمكن لك تخرج التراساج ديالها، سواء كان ديال داك النهار سواء النهار اللي قبل سواء النهار اللي قبل، داك الشيء كامل كيبقى مسجل في الجي بي اس. نشوفوا عاوتاني شنو كاين باش كتخرج هنا. هنا البلاصه ديال النوتيفيكيشن، هنا كتشوف كاع داك النوتيفيكيشن. مثلا انتم كما كتشوفوا ها هي هاي الليفت كاراج هاوس، هي زعما راه خرجت من الكراج. هاي هنا تزعزعات، هاي هنا تزعزعات، هاي هنا تزعزعات، يعني الموتور تزعزع، الموتور تحرك. جاي اونتخي كراج هاوس، يعني راه دخلت للكراج، يعني انت كتحدد داك لا زون اللي باغي نتايا. يمكن لك دير ماشي غير زون وحده، دير بزاف ديال لا زون وتسميهم بالسميه اللي باغي انت باش تعرف. مثلا دير كراج، دير خدمه، دير شي حاجه ما باغيش الموتور يوصل لها تدور عليها، الا عطيتها الموتور لخوك ولا شي واحد حدا اخر. مثلا وصل داك لا زون اوتوماتيك غيوصلك ميساج في التليفون. وعاد كاين بزاف ديال الاوبشن. عرفتي فاش كتدخل لهذا المربع هذا اللي هنايا لتحت، كيعطيك داك كيعطيك داك الشيء اللي بغيتي تبين في الواجهه، يعني داك الشيء اللي كتخدم به دائما باغي انت تبينه في الواجهه. كاين هاد جروب رايد، اورجانيزر بغيتي تبينه في الواجهه، سايلنت مود، ممكن بزاف.
وبالنسبه للناس اللي انتريسي بهذا الجي بي اس هذه حتى نتوما راه ما نسيتكمش، غنخلي لكم واحد الكود هو مكتوب هنايا زولافيت 15. الا كنتي غتشريها دخل هذا الكود هذا غيحيدوا لك 15% من الثمن ديالها. العرض اللي هو زوين بزاف وبالنسبه للناس اللي انتريسي وبغاو يشريوا هذا الجي بي اس هذه. كما كتشوفوا الخوت انا حاولت نبارطاجي معكم كل شيء، وعاد مازال بزاف ديال الفيوتشر اللي في هذه الابليكاسيون هذه، وغنخلي لكم في الديسكريبشن كذلك الموقع ديالهم، وغنخلي لكم حتى هذا الكود هذا زولافيت 15. كما قلت لكم اي واحد انتريسي باش يشري هذا الجي بي اس غيحيدوا له 15% من الثمن ديالها. فاش كتعطي مثلا الموطور لصاحبك ولا لخوك ولا لاي واحد فريمو كتبعوا لايف مثلا، الا بغيتي تشوفوا لايف فين راه غادي بالضبط كتشوفوا بالضبط فين غادي، فين باركا لافيتاس باش غادي، المهم فريمو كتبعوه بالديتاي. هادشي اللي كاين الخوت، وكنتمنى عجبكم الفيديو. يلا بيس وتهلاو لي فراسكم.